مستعملها بدون إطالة، أحيل بعد إذنكم وبعد رقابتكم الكلمة إلى السيد الأمين العام الفكري ممثل وزير الصناعة لإعطائنا كلمة بالمناسبة. شكرا جزيلا سيدة وزيرة الصناعة، سيدة وزير وزير البيئة، سيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سيدة الأمينة العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، السيد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء،